بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، اتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية. قناة تنظيم البيت تدبير المصروف مع خديجة الصحراوية، تتمنى لكم فرجة ممتعة مع هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد إن شاء الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، اتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، في سلسلة الاقتصاد في مواد التنظيف سواء البيت او الجسم، غادي الجزء هذا غادي نقدم لكم فيه بحالاش نقتصدوا في شامبوان، صابون جيل دوش، صابون اليدين، والدونتيفريز او معجون الاسنان. كلنا كنعرفوا بالله يوميا خاصنا نشدو دوش او حمام، وخاصنا نغسلوا يدينا عدة مرات في اليوم، وننظفوا اسناننا مرتين حتى ثلاثه اسنان سواء احنا او الوليدات الصغار. وهذا الشيء خاصو مواد، هذه المواد هذه كل واحد يشري المواد اللي كتناسب الجسم ديالو وكتناسب الميزانيه ديالو. انا ما جاياش نعطيكم هنا لي مارك، المهم. وانا في ناحيه شامبوان، يعني مرات تلقوا عندي شامبوان، ما كنمشيش على واحد شامبوان، كنشوف الشامبوان الاقتصادي. وكل ما كان لاحظت انا في حياتي بالله، كل ما كان شامبوان الثمن ديالو رخيص كيكون مع الشعر مزيان. دوك اللي كيكونوا الاثمنه ديالهم غاليه كيطيحوا الشعر وكيفسدوا الشعر ديالي، شعري كيتماشى مع شامبوانات الرخاص. مواد غسل اليدين، المهم السائل احسن من الصابونه ديال الحجر. كنصاوبوا في الدار وكنديروا، ها هو عندي صاوبته في الدار، هذا معمرتها الصابون اللي صاوبته في الدار، ها هي هذه حطتها حدا لان الريحه ديالو زوينه. اصلا درته بدوف، عمرت من واحد القرعه تقاده سرميتها وعمرت هذه القرعه هذه، كان حطته عند الضيوف. هذا الرخيص هو اقتصادي، حتى هذا صاوبته في الدار، اقتصاد راه كاين الفيديو بحال صاوبته في الدار. هذا حطته في الحمام اكرمكم الله، اللي دخل الحمام يغسل يديه. المهم حبيباتي، انا وليداتي معلمتهم الاقتصاد، كيهزوا كنديروا بحال تقريبا كنضغطوا واحد الضغيطه، هاد شويه هذا غسلينا يدينا مره جوج، كنستعملوا قد هاد القطيره هذه، مره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وحتى المره الرابعه. المهم قطيره، ماشي كنخوي ب ب ب يعني بواحد، شنو نقول لكم، بواحد طريقه ماشي بحال مثلا كاين الناس كتلقاه يخوي لك بحال هكا، زيد ويزيد ويزيد عاد كي هو يغسل. بالنسبه للناس، اعذروني انا خويت انا غير باش نوريكم، بالنسبه للناس اللي في الحمام، كتمشي للحمام كتشوفي الناس شامبوان بحال اش يستعملوا، غادي نوريكم دابا شحال كنستعملوا ديال شامبوان. طبعا شعرنا كنغسلوه مرتين في الاسبوع هي الاحسن، ماشي يوميا، يوميا كيخرج عليه داك الماء والكالك اللي في الماء وكثره الشامبوانات. من الافضل مرتين في الاسبوع نغسلوا الشعر ديالنا. يعني ما ضيعت حبيباتي هذا الشيء ديال الصابون اللي شفتوني خويت، رجعت هذاك الشيء ديال الصابون القرعه ما ضيعتوش. كنديروا واحد شويه، علموا وليداتكم، شدوا واحد النهار ديروا مع شتو فاش التوعيه، شدوا وليداتكم وديروا لهم توعيه نهار في الدار، هاجوا يلا نديروا دوره في الدار، الحمام، الكوزينه اللي هو المطبخ، في كل حاجه اعطي توعيه لوليداتك بحال اش يستعملوا المواد. هذا نفس، غير هذا مصاوب في الدار الريحه ديالو زوينه. هذا شامبوان، هذا النوع ديال شامبوان جاني من برا زوين، كندير منه كنغسل نشدو الشعر ديالنا المره الاولى، كندير واحد الشوي كنغسلو. طبعا المره الاولى ما غاديش يرغوي لان الشعر كيكون شويه متسخ، المره الثانيه ديري عاوتاني واحد الشوي، يعني تقريبا نصف ملعقه صغيره جوج خطرات ثلاثه الخطرات غسل لك شعر، ماشي كاس غادي يغسل لك شعرك لا. طبعا الا كان الشعر واصل للارض طويل 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 اكيد غتستعملي كميه كبيره، ولكن الشعر المتوسط والشعر العادي راه شويه غيغسلكش. بالنسبه للمعجون الاسنان حبيباتي، ديروا توعيه، علموا وليداتكم شحال يستهلكوا، راه ماشي كميه المعجون هي اللي كتغسل الاسنان، راه الطريقه ديال غسل الاسنان هي اللي كتغسل الاسنان. اما المعجون راه ديري منه غير قد هكا قد هكا مرتين، المره الاولى والمره الثانيه راه غسل لك، ماشي ندير خط حتى يطيح وطيح في الحوض لا، كديري غير واحد شويه. علمي وليداتك الطريقه الصحيحه، راه كاينه في الانترنت وكاينه في اليوتيوب وكاينه عطاها الله يعني في الكتب، بحالاش ينظفوا سنيناتهم من الفوق لتحت من الفوق لتحت ومن هكا ومن الداخل، ويزيد ويشلل عادي، شد المره الثانيه يدعو شوي، وخاصو على الاقل
ثلاثة دقائق يعني هذه قليلة، ثلاثة دقائق وهو يفرك سنيناتو وتفرك سنيناتك عاد كيتنقى. هذا بالنسبة لمعجون الأسنان. كما قلت لكم حبيباتي نحطها هنا، كما قلت لكم حبيباتي الطريقة ديال الغسل والطريقة ديال التنظيف والطريقة ديال غسل الأسنان او تفريش الاسنان هي خاصها تكون صحيحه، ماشي الكميه. الكميه راه ما كدير لينا. نعطيكم واحد المثال، كدوزو كتشوفوا لاحظتوا اكيد عند العائله ديالكم وعند الجيران وعند شحال من حد كتلقاو الماء واصل الزنقه الاخرى، الماء 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 يوميا كيوصلوا الماء. ولكن فاش كتدخلي كتشمي الريحه الكريهه، كتلقاي العفان، كتلقاي الوسخ، وكتلقاي وحده كتسيق دارها او توصل دارها غير بسطل ديال الماء، سطل واحد 10 لتر ديال الماء او 5 لتر ديال الماء، وكتظهر نقيه ونظيفه وريحه وترتيب، يعني ما كاين المثيل ديالو. لهذا حبيباتي راه ماشي الكميه، راه الطريقه هي اللي مهمه. نتمنى حبيباتي هذا الفيديو يعجبكم، واني بكم راني نحبكم كاملين.